من الأغذية ما يغلب فيه الجانب، يعني يكون خاصية هذا الطعام وقائي. لو راجعت المنشورات التي تتكلم عن السمسم فيه مواد كثيرة جدا، لكن علماء الأغذية يقولوا خصيصة هذه المادة أنها وقائية، تقي الإنسان مثلا من السرطانات، تقي هذا الإنسان من أكلها باستمرار وليس بكميات كثيرة، تقيه من أمراض القلب إلى ما يتبع ذلك. مثل حبة البركة، يعني فيها مواد كثيرة نافعة، لكن ما الذي يغلب عليها خصيصة هذه المادة؟ أنها وقائية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبة البركة شفاء من كل داء. يقول علماء الأغذية أن حبة البركة ترفع مناعة الجسم، فلذلك تكون قوية ضد هذه الأمراض التي تهجم على الإنسان، من يعني مناعة الإنسان تكون قوية ضد ما يهجم عليه من الأمراض.